ده في فير بلاي، مواصلين حديثنا على المنتخب الوطني التونسي، ومعانا في التحليل الفني كالعادة صديقنا المنجم ابراهيم. سي المنجم، اهلا بك. مرحبا بك خويا ابتسام واسلام بلوتو، وان شاء الله ربي معاك، وديما فخور وفرحان نبدا موجود معاك خويا اسلام. يعطيك الصحة، شكرا لك سي المنجم بارك الله فيك. دونك تقريبا بدا العدد تنازلي للمقابلة، ما عادش عندنا برشا المنتخب، قبل المنتخب التونسي ضد منتخب مالي، اليوم كان تحول لملاعبية. دونك كيفاش تشوف سي المنجم المقابلة تقريبا قبل ايامات؟ شنو احساسك الساعة؟ خلينا نفهم الساعة قبل اللغة الفنية، خلينا نفهم بالاحساس قبل. انا نحس اللي فريمون باش يكونوا في المستوى. انا اليوم حضرت على الحصة التدريبية الأخيرة في تونس في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. كنت موجود؟ موجود ديسكريتمون. باش نستغلك برشا مالا اليوم. الحمد لله فريمون شفت فريمون دي شوز اكستراوردينير، تحضيرات جزئيات الكل كانوا فريمون اتيدي بالكدا بالكدا. جو بونس لاناليز نتاع الماتش نتاع الادفيرسير زاد فريمون كانت اكسبسيونيل. بعد رجعوا للفندق وساعة واحدة و45 دقيقة غادروا الفندق في قمرت ومشاو اسكورتي بال فريمون فريمون اون اسكورت بريزيدونسيال سي فابيلو، لان كل شيء كان في المستوى للتحضير المباراه هذيا، وكي سوا جلال القادري مع المساعدين نتاعو. اون ريماركي فريمون حاجه اكسبسيونيل، اون لامبرسيون كو تاقلمنا باللو نيفو، والحمد لله الشيء اللي شفناه توا كيما نقولوا احنا ديما الكره في ساقين الملاعبيه، وبقدره ربي ان شاء الله باش يكونوا في المستوى الملاعبيه اللي يكونوا باش يكونوا موجودين في الملعب ان شاء الله ربي معنا. باش تو شفت فنيا شنو شفت في سيونس دونترينمون سي المنشي؟ هو شنو اعتمد جلال القادري اليوم؟ شنو خدم؟ هي سي لا ديرنيير سيونس دونترينمون. انا شفنا حتى او نيفو دي غارديان دو بوت باش ما نعرفوش شكون الحارس اللي باش يكون موجود، لكن سيرتينمون الحارس اللي باش يكون موجود على عنده علم اللي هو باش يكون تيتولير سيرتينمون، لان اليوم هو 90% بشير بن سعيد. 90% هي ما بين معز حسن وبشير بن سعيد. ما نعتقدش معز حسن في اعتقادي انا، صعيب شوي. اني قلت لك انا راهو اليوم على التدريب اللي شفته اليوم فريمون لي دو غارديان اللي تشوف فيهم، وبعد درب علي جمل هو دحمان وايمن دحمان، دونك في الاوقات الاخيره دونك تدربوا مع بعضهم الزوز بمدرب الحراس. دونك انا نقول اللي دو توت فاسون اي حارس مرمى باش يكون موجود الصحابه اللي معاه باش يشجعوه فريمون بور سورتير ان غرو ماتش، هذاك راهو الى بوزون دو سا، لان الحارس المرمى تعرف ان بوزيسيون صعيبه وصعيبه جدا، لكن زاد هو الحارس المرمى زاد تريبيتير من الدفاع اللي باش يكون موجود. الدفاع اذا كان عندنا دفاع صلب تبارك الله اليوم موجودين باش يكون سيرتينمون دراجر العيفه طالبي انسيك علي معلول. دونك الحمد لله يا ربي انا لو شوا حتى هو نيزو فو ميليو دو تيران، ولو مش باش يكون موجود سيرتان مو سخيري. سخيري كان موجود في لونترينمون اليوم ولا سي المنشي؟ نعم سخيري كان موجود اليوم في لونترينمون ولا سخيري؟ اي لا مازال ما شفت، انا ما شفتوش الحق، شفت عصام الجبالي شفت في بون في المطار، انا كنت موجود، كان موجود مع الوافد في المطار. دونك ما ترانيش حتى لليوم، غدوه قبل لافي معناها قبل الماتش، نتصور صعيب باش يكون موجود، تقريبا شبه مستحيل باش يكون موجود في المقابله الاولى على الاقل. الكلام اذا كان الياس السخيري موجود معناها اي ني با 100% دو سي مويان، دونك ماهوش باش يكون موجود كتيتولير سيرتينمون في المباراه هذه، ان شاء الله روتور باش يحضروه سيرتينمون للماتش روتور. انت والنتيجه باش نعملوها في الماتش اللي بقدره ربي باش تكون نتيجه ايجابيه. دونك اليوم الحاجه الباهيه سي كو سيرتينمون باش نفاجئوا الادفيرسير، لان اليوم سيرتينمون لو بريسينغ باش يصير دونك تري او من طرف الفريق الوطني التونسي، باش ما نعطيوش الفرصه للمدافعين الفريق المالي باش يخرج كره بسهوله باش يتعدى على الاستاسيون على الميليو دو تيران
باش يوصلوا للزاتاكم تاعهم. هذا تكهن منك ولا شفت اليوم حاجات في التمارين من النوع هذا؟ شفت حاجات اللي تنجم انا نقول لك اللي تنجم تصير دابريس كو جي فو اللي حتى او نيفو انا نقول لك الجزئيات الكل حتى او نيفو دي بالاريتي خدموا برشا لي بالاريتي اليوم الفريق الوطني التونسي دونك وتبارك الله ثم حتى او نيفو دي بالاريتي ثم حاجه اللي تفرح برشا اللي سيكو او نيفو ديفونسيف الرياكسيون كانت موجوده معناها انا لامبريسيون كو لي بالاريتي تخدموا او نيفو ديفونسيف اي او نيفو دي زاتاكون دونك حاجه باهيه لان كي تلقى اون رياكسيون ديفونسيف سافو دير كو الديفونس نتاعنا جاهزه بقدره ربي ان شاء الله على لي جزئيات هذيا الكل. كان فما ماتش دابليكاسيون اليوم ولا تمارين عاديه فقط؟ لا تمرين عادي الماتش دابليكاسيون جو بونس كو اليوم شنو اللي نجم يصير اليوم كي يوصلوا المالي باش يعملوا ديكراساج اهم حاجه قبل التدريب نتاع الحصه التدريبيه نتاع غدوه اهم حاجه في الكوره هو الديكراساج اللي باش يعملوه كي يوصلوا الباماكو اليوم دونك عند وصولهم للفندق ديكراساج هذايا شنو باش ينحيك الفاتيق نتاع الفواياج لان الفريق افطر ساعه نص نهار ونص ما دي ساعة ربع ومن بعد سافر حضروا الفليجة نتاعهم وسافروا معناها ما ارتاحوش برشا الديكراساج هذا مهم ومهم جدا اهم من الحصة التدريبية نتاع غدوة. باهي فما كلام انا عرفت البارح فما شكون تابع الحصة التدريبية تحكي على الاعتماد على خطة 4-4-2 معناها أربعة ملاعبية في خط وسط الميدان اللي هما العيدوني الساسي غايلان وبرمضان القدام ثنائي المساكني سليتي. في الانترينمون اليوم تنجم تستخلص حاجه من النوع هذا والا مش واضح؟ هو راهو ايش نقول لك حتى ولو تلعب ان 4-3 مع كي تخسر الكره 4-3 سي اوفنسيف اما كي تخسر الكره تولي ديفونسيف تلعب بيه السيستم هذايا يلعب بيه ريال مدريد دونك نقول انا اليوم باش تنجمش تلعب تكتيك الا بالجوارات اللي عندك اليوم انا لو شوا إذا كان باش يلعب 4-4-2 معناها يبقى فير ان رونفورسمون دو ميليو دو تيران بور غاني لا باتاي دو ميليو دو تيران باش يربح الوسط الميدان اللي هي نقطة القوة زاد نتاع الفريق المالي واللي يحبوا يعملوه هو الفريق المالي باش يربحوا لا باتاي كيما نقولوا دو ميليو دو تيران. الحاجة الباهية سيكو لو ريدو ديفونسيف نتاعنا احنا او نيفو دي زاتاكون يبدا او نيفو دي زاتاكون وعندنا ينجم يلعب لك زاد ما يلعبلكش بنعيم سليتي لان نعيم سليتي بعد ساعات ما عندوش دون لي جامب ساعه ونص ينجم نعيم سليتي في النص ساعه الاخرانيه ولا معناها يكون احسن لكن اليوم تنجم زاد تعمل على طه ياسين الخنيسي ما تنجمش اليوم تراجع طه ياسين الخنيسي بالاداء اللي عمل فيه في الكويتي اليوم والاهداف اللي سجلهم لان طه ياسين الخنيسي يحب الاسباس هو وسيف الدين الجزيري يحبوا لا بروفوندور انت ما تنجم تستغل طه ياسين الخنيسي الا الاكستيريور عند المنافس دونك في المالي لان المالي كيف يجيو لتونس باش يلعب لك بلوك با باش يحاول يفاجئك باللي لونغ باس وكل شيء لكن اليوم لازمنا ناخذوا لي زاتو الكل نتاعنا اون فونكسيون دو لا كاليتي دي جوار نتاعك تنجم تكتيك اللي تحب عليها تلعبها لكن في الميدان باش تشوف اشياء اخرى والحاجه الاخرى اللي يلزمها تصير وهذه الجزئيات مثلا القائد يعرف كيفاش يتعامل معها تكتيكيا تبارك الله عليه وما شاء الله وان بلوس الرساله قاعده تتعدى تري تري بيان هي وجود حلول في وسط المباراه خاطر تنجم انت تتفاجئ زاد بالمنافس بالخطه اللي باش يلعب فيها بيلعب بها باش تخلي اللي الفريق الوطني التونسي باش الجزئيات هذوما حتى قبل المباراه وفي وسط المباراه باش تخلي هذه باش يكون انا تو تري تري امبورتون للمباراه. شنو مفتاح الماتش سي المنجي في قراءتك الفنيه؟ مفتاح الماتش سيكو يلزمنا نربحوا لا باتاي دو ميليو دو تيران ونوصلوا بالليزانديفيدواليتي اللي عندنا اسارتي مومون دو لي مومون ديفيسيل نحاولوا نسجلوا اذا كان ما فماش حل سور بالاريتي نحكي على الكورنير نحكي على الكورنير اذا كان ما فماش حل سور بالاريتي سور كورنير ما نلعبوش لي كورنير ديريكت خاطر اذا كان نخسروا الكره سور ان كورنير ديريكت وتولينا كونتر اتاك ضدنا احنا
تولي مشكلة. أنا نقول اللي تو سامبلومون اون ايفيت لو جو لاتيرال. الحمد لله عندنا جوارات كوان لا كاباسيتي دو جو دو لو جو اون بروفوندور العمق, خلات اللي هذيك الحاجة باهية. لأنك تلعب ان جو لاتيرال وتتفكلك الكرة عندك إليميناسيون ديريكت نتاع لي ميليو دو تيران الكل, ويولي سيبور على الدفاع نتاعنا يولي صعيب وصعيب جدا. حاجة أخرى, تخريج الكرة من الدفاع نتاعنا يلزم يكون تعرف كيفاش تخرج الكرة, ما يلزمكش تتخلص من الكرة, يلزمك تخرجها بنظافة. واللاتيرو نتاعنا زاد كي يطلعوا تبارك الله بقدرة ربي علي معلول اللي نتاع الأهلي اللي هذاك اللي نحبوه, ودراجر بالفورمة اللي قاعد يلعب بها في لوسيرن في سويسرا, فريمون منبهرين به باللعب هذايا بالأخلاق وبالأداء نتاعو, باش تخلي اللي يطلعوا يلزمك ثم عندك كوفرتور تبارك الله, والكوفرتور موجودة. هذا اللي يخلي اللي علي معلول ودراجر باش يكونوا هما عندهم لا غارونتي نيسيسير سيكو نيفو اوفنسيف باش يولي ثم ابور باي, في نفس الوقت ثم كوفرتور باش ينجم يرجع براحه وبقدره ربي لابور نتاعهم زوز باش نفاجئوا الفريق المالي ان شاء الله. في اعتقادك شنو التشكيل الانسب للمقابله؟ هو سرتان موي, اذا كان انت كما قلت انت باش يلعب افيك 4 ميليو تاع, لا ما قلتش هذا, قلت حاسب لابليكاسيون ينجم يكون يجرب فيها, معناها ماهوش مؤكد هذا معناها. اي انا نرى اللي باش يلعب بالعيدوني و يلعب بالعيدوني وبالرمضان والشعلالي دونك والقدام ما نعرفش كان باش يستعمل يوسف المساكني. هذه فما حوار انديفيدوال مع يوسف سيرتان ما باش يقول له اسكو توي بري داتر دوبي لو ديبي دو ماتش, وينجم يقول له اي بون هو حاضر قاعد يلعب بانتظام في جمعيته ولا بس علينا نورمالمون فماش علاش ما يلعبش. لا يعطيك الصحه, وان بلوس ان كابيتان وان بلوس يوسف المساكني خاصه مع غياب الخزري ايضا فوالا باش يسهل برشا ماموريه نتاع يوسف المساكني اون ايتون لو كابيتان دو ليكيب ناسيونال. مش انا دو كابيتان سيرتان مو, واحد عنده البراسار واحد ما عندوش البراسار, وان بلوس لا كومبليمونتاريتي اونت لي دو ما تنجمش تكون موجوده في نفس الوقت. انا نقول اللي اليوم يوسف المساكني نجم يكون موجود افيك افيك لي دو اتاكون, اذا كان فرجالي ساسي مش باش يكون موجود, نجم تكون افيك دو اتاكون, نجم يلعب لك ياسين الخنيسي وسيف الدين الجزيري, ونجم من بعد يستعمل كسوا سعد بقير ونعيم سليتي. تولي عندك انا تو ما تشوفش مش وقته سي المنجي باش نبدلوا تقريبا. عملنا ملعبنا كات كادو في المنتخب عندنا مده تقريبا نفكر من وقت الجزيري وسانتوس كنا نلعبوا هكاك. انا نلعب ان 4-3-3 كي نخسروا كره نوليو حتى 4-5-1, اما كي تبدا الكره عندنا نلعبوا افيك لي زاتو اللي عندنا. اذا كان باش تلعب ان 4-3-3 افيك دو ميليو ديفونسيف وعندك محمد علي بن رمضان لابور اوفونسيف نتاعو يكون بوكو بلو سيران وجاهز دونك. هذاك هو علاش خايف الفريق الوطني التونسي اذا كان ثم فرصه باش يلعب ان 4-4-2 جوستومون بور غاني لا باتاي دو ميليو دو تيران, خاطر هما باش يحبوا تولي نقطه القوه نتاع الفريق المالي. لكن اليوم عندنا احنا دي جوار والحمد لله يا ربي حتى اللي باش يكونوا موجودين في البنك باش يكونوا جاهزين, سعد بقير ولا غيره اللي باش يكون في البنك. دونك انا نقول اللي راهو لو ديبي دو ماتش باش يعطيك نظره ديجا, لان اليوم سي لانكونو. حاجه اخرى اللي لازمنا نبروفيتيو بها اللي الفريق المالي ما عندوش لي روبير مع بعضهم الفريق, وفي نفس الوقت عنده سنه ونص يضر لي ما يلعبش في الميدان نتاعو. اليوم باش يرجع في الميدان نتاعو, شفنا هذه صارت حتى في لاجاكس امستردام وقت اللي بناوا لهم التيران جديد, قاعد يمكن 6 أو 7 ماتشات في الملعب الجديد ما ربحوش ماتش. شوف ريال مدريد وقت اللي لعبوا في الملعب تاع دي ستيفانو ما كانوش في المستوى كيما في البرنابيو دونك, وخسروا ضد إلشي وخسروا ضد الفرق الاخرى. راهو لي بوان دو روبير عندهم اهميه كبيره برشا اليوم, هذوما جزئيات سون تري تري امبورتون. الحاجه الباهيه احنا في الفريق الوطني التونسي اليوم ثم اجواء اكسبسيونيل ما بين الملاعبيه تبارك الله, انستابيليتي ديفونسيف جو نو فوا با. علاش اليوم كاس العالم في قطر ما شاء الله لورغانيزاسيون اللي موجوده مراش اللي بعد الكاس العربيه تونس ما تنجمش تكون في الكاس العالم, لان الموتيفاسيون اللي سوبليمونتير ولي موان الكل تحطوا دابريسكو جي فيو باش الفريق الوطني التونسي يروح بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. يعطيك الصحه, شكرا ليك سي المنجي على كل هذه الاضافات الفنيه اللي مديتنا بها. يشك خويا الغالي, وتحيه للمستمعين اكسبريس افام.
شكرا اكيد باش يكون عندنا لقاءات قادمه منجي ابراهيم. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا لمحمود الزنيدي في الاخراج الرقمي وعلي باشي في الاخراج. اجمل تحيات اسلام المد.